أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ نعم. أفبهذا الحديث استفهام ولا لا؟ أفبهذا الحديث، وما المراد من هذا الاستفهام؟ الاستنكار. أتتعجبون من هذا الحديث وتكذبونه؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أي أنتم لا تعقلون وتدفعونه بالعلل وتظهرون الموافقة وتبطلون المخالفة والكفر به، هذا حالهم. فتجدهم ماذا؟ يكذبون القرآن. وقوله جل وعلا أفبهذا الحديث دليل على أن القرآن يسمى حديث. حديث لماذا سمى حديث؟ الحديث لأن المتكلم به تحدث به، فهذا دليل أن الله تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن. وليس المراد حديث أي أنه محدث مخلوق، لا، بل هو حديث تكلم الله به. وهذه من المسائل الكبيرة العظيمة التي اختلف فيها أهل السنة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع أهل البدع والأهواء. فإن أهل السنة يعتقدون ما دل على الكتاب والسنة بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، كلام الله، فسماه الله كلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. فهذا ما في شك مما لا شك فيه بأن الله تكلم بالقرآن، والقرآن بعض كلامه، أما كلام الله لا حد له. القرآن محدود ولا محدود بهذه السور وهذه الأجزاء، مجموع في مصحف واحد في كتاب واحد، فهو بعض كلام الله. القرآن كله كلام الله، أو القرآن كل كلام الله، أو لا فرق بين الجملتين. أعيد، القرآن كله كلام الله، القرآن كل كلام الله. ها أبا نواف، ها كل كلام الله من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس كل كلام الله، ولا حرف ليس من كلامه، كل كلام الله صح؟ طيب والجملة الثانية القرآن كل كلام الله، أم صح؟ ها يعني ما عند الله ما له كلام إلا بس القرآن هذا فقط؟ لا لا، نحن عرفنا الجملة الأولى صح. القرآن كله كلام الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كله كلام الله، ما في ولا سورة ليست كلام الله، ولا آية ليست كلام الله، ولا حرف من القرآن ليس كلام الله، كله كلام الله. الجملة الثانية انتبه صح ولا خطأ، القرآن كله كلام الله، نفس الشيء؟ لا، المطير يقول مو نفس الشيء. ها إبراهيم، في فرق كبير ها ولا لا؟ طيب القرآن كله كلام الله صح؟ صح قال ابن نواف، القرآن كله كلام الله. إذا قيل القرآن كل كلام الله يعني الله ما يتكلم إلا بهالقرآن فقط، انتبهتم؟ لا، القرآن ليس كل كلام الله، شيء، القرآن شيء من كلام الله. والله جل وعلا ماذا يقول؟ قل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده يمده سبعة أبحر، ما أفدت كلمات الله. يعني لو أن الشجر كله صار أقلام والملائكة، والله يتكلم الملائكة يكتبون، إنس جن، تكسرت الأقلام، جفت البحار، كلام الله ما انتهى. وليس المقصود سبعة أبحر يعني لو ثمانية ممكن ينتهي، لا، هل العدد ليس له مفهوم، يعني لو سبعة سبعين مليار ما ينتهي كلام الله. لماذا لا ينتهي؟ هل الجواب سهل، هل الله عز ينتهي؟ والكلام صفة من؟ صفة الله عز وجل. فالله ما ينتهي لا ذاته ولا صفاته صح؟ فلو كان كلام القرآن كل كلام الله يعني الله ما عنده كلام إلا فقط القرآن، القرآن ممكن ينتهي تقرأه ممكن إيش بيوم واحد ولا لا؟ صح؟ أنت حتى واحد يختم القرآن إيش يقول انتهيت من
قراءة القرآن الختمة الأولى الختمة الثانية صح، لكن هل كلام الله ينتهي؟ كلام الله لا حد له، لا حد له. فحينئذ العبارة الثانية خطأ، لا يقال القرآن كل كلام الله، القرآن بعض كلام الله، شيء يسير من كلام الله، وأما كلامه فلا حد له، الله لا ينتهي لا ذاته ولا صفاته، ينتهي سمعه بصره علمه كلامه، هل ينتهي كلام الله؟ ما ينتهي، الله باقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبهتم؟ إذن كلام القرآن كلام الله، لكن هو شيء من كلام الله، وأما كلام الله فلا حد له. نعم.